لا إخوان ولا أخوات، متابعي وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. في هذه الكبسولة غادي نتكلموا على إحدى الفروق المسرحية اللي كتناضل لما يفوق 50 سنة بدون كلام من أجل مسرح هادف وجاد. فرقة الجيل الصاعد، واخا غادي نقولوا اللي قلنا عليها ما غاديش نوفيوها حقها في المسار الفني ديالها. بتاريخ 10/10/1968 تم تأسيس فرقة الجيل الصاعد بمراكش، أيام ما كان الفن والثقافة والتضحية من أجل الفن. كان تأسيسها على يد مجموعة من الشباب، وهم الرئيس الأستاذ سعد الله المعاوي، الكاتب العام المرحوم الأستاذ بازو محمد، وعبد الكريم جوهر، الأستاذ عبد الغني المعاوي، السيدة خديجة المعاوي، والأخوين إفادير توهراش، سي محمد الطبيقي، بوشمع بوتاكورت، المحجوب المدبوح، محمد زروال، العلوي مولاي جعفر، عيد حاكي، العيادي، وسعدان، الحاج عمر العمري، جمال سجيم، مطميري، عبد الرحمن المزواري، وأسماء كثيرة كيصعب جردها. شاركت في معظم إقصائيات المهرجان الوطني، كما شاركت في المهرجان الوطني لمسرح الهوات سنة 1976 بأكادير بمسرحية النمرود، وفي سنة 1980 بتطوان شاركت بمسرحية العرض المسرحي. ومن أهم أعمالها هناك بوجلوت، سيدنا قدر، يوغورتا، دردبة في الحمام، العرض المسرحي، محطة سيدي غريب. جدير بالذكر أن جميع هذه العروض هي من تأليف وإخراج الأستاذ سي عبد الله المعاوي. أحبائي، حتى نتلقاو في كبسولة قادمة إن شاء الله تعالى، تحياتي الخالصة.